يلا يا بابا نبتدي تحدي عجلة الحظ الجديد. يلا يا سيمبا، انا متحمس جدا للتحدي الحلو ده. يلا ابتدي انت ولف العجلة. ماشي يا بابا، اما لف العجلة دي واشوف هيطلع لي ايه. واو، طلع لي ايس كريم، يا سلام. اما احطه بقى في الخلاط. تمام كده، يلا بقى يا بابا دورك. اما لف بقى العجلة دي. واو، طلع لي كوكيز، يا سلام، ده هيبقى العصير حلو قوي. اما احطه بقى في الخلاط. تمام كده، يلا بقى يا سيمبا دورك. اما لف بقى عجلة الحظ تاني. يا سلام، طلع لي فراولة، ده شكله هيبقى عصير حلو قوي في الاخر. اما احطها بقى في الخلاط كده. تمام، يلا دورك يا بابا. اما لف العجلة كده. واو، طلع لي بطيخ، يا سلام، ده انا بحب البطيخ قوي. اما احطه بقى كده في الخلاط. دوري انا بقى يا بابا، اما لف العجله. يا سلام، انا طلع لي عنب. واو، انا بحب العنب قوي. اما احطه بقى في الخلاط. يلا دوري انا بقى، اما لف العجله. واو، موز، انا بحب الموز جدا. اما احطه في الخلاط. يلا دوري انا بقى، اما لفها كده بقى. هي، طلع لي كوكيز انا كمان. اما احطها بقى في الخلاط. يلا دورك يا بابا، اما لف العجله كده. انا طلع لي فراوله، ماشي، حلوه قوي. اما احطها بقى في الخلاط. دوري انا بقى، اما لف العجله دي كده. يا سلام يا سلام، طلع لي خوخ، انا بحب الخوخ قوي. اما احطه بقى في الخلاط. يلا الفها انا بقى كده. واو، تفاح، يا سلام، انا بحب التفاح قوي وبحب عصير التفاح كمان. اما احطه بقى في الخلاط. دوري بقى، اما لف العجله كده. ايه ده ايه ده، طلع لي طماطم، انا مش بحب عصير الطماطم خالص. اما احطها بقى في الخلاط. يلا دورك انت كمان يا بابا، اما لف العجله بقى. واو، شوكولاته، يا سلام يا سلام، حظي حلو جدا. اما احطها بقى في الخلاط. يلا دورك يا سيمبا، هلف العجله كده. واو، طلع لي اناناس، انا بحب الاناناس قوي. اما احطه بقى في الخلاط. ايوه، اما لف انا بقى العجله كده. ايه ده ايه ده، انا طلع لي خيار، ماشي مش مهم. اما احطه بقى في الخلاط، اكيد طعمه مش هيبان وسط الفاكهه دي كلها. اما لف انا بقى كده العجله دي. واو، انا طلع لي نوتيلا، يا سلام، ده انا بحب النوتيلا قوي. اما احطها بقى في الخلاط. دوري انا بقى، يا رب يطلع لي نوتيلا زيك يا سيمبا. اما لف العجله كده. طلع لي موز، ماشي، حلو الموز برضو. اما احطه كده في الخلاط. اما لفها كده. ايه ده ايه ده، انا طلع لي طماطم، ماشي. اما احط الطماطم بقى في الخلاط. الفها انا بقى. واو، انا طلع لي ايس كريم، يا سلام. اما احطه في الخلاط كده. انا اما لفها بقى كده. واو، طلع لي شوكولاته، يا سلام. اما احطها بقى في الخلاط. انا بقى يا سيمبا، اما لف العجله كده. واو، طلع لي نوتيلا المره دي، يا سلام، اخيرا. اما احطها بقى في الخلاط. اما لف بقى كده العجله. ايه ده ايه ده، انا طلع لي جزر، ماشي، انا بحب الجزر برضو. اما احطه في الخلاط. اما لفها انا كده بقى. يا سلام، انا طلع لي اناناس. اما احطه كده في الخلاط. انا بقى، اما اشوف هيطلع لي ايه. واو، انا طلع لي مشمش، يا سلام، انا بحب المشمش قوي. اما احطه بقى في الخلاط. يلا دوري انا بقى، اما الف العجله كده. واو، طلع لي عنب، يا سلام، انا بحبه قوي. اما احطه بقى في الخلاط. اما الف انا بقى العجله دي. سلام، انا طلع لي نوتيلا تاني، ده هيبقى حلو قوي العصير ده. اما احطها بقى في الخلاط. اما اشوف انا بقى حظي والف العجله كده. ايه ده، انا طلع لي خيار برضو، ماشي. اما احطه بقى في الخلاط كده. انا بقى، اما الف العجله كده. واو، شوكولاته، يا سلام على حظي، مرتين ورا بعض يطلع لي شوكولاته. اما احطها بقى في الخلاط. يلا يا بابا دورك. ماشي يا سيمبا، انت شكل العصير بتاعك هيبقى احلى مني. هاهاها، يا ريت يا بابا عشان اكسب. اما لفها كده. واو، طلع لي كوكيز، حلوه جدا. اما احطها بقى في الخلاط. دوري انا بقى يا بابا، اما لف العجله. يا سلام، انا طلع لي تفاح، حلو قوي التفاح. اما احطه بقى في الخلاط.
أما لف العجلة كده. يا سلام، طلع لي نوتيلا. أنا كنت مستني النوتيلا من بدري. أما أحطها بقى في الخلاط. أما شوف أنا بقى. إيه ده، طلع لي طماطم. ماشي، أما أحطها برضو في الخلاط. أنا بقى أما أشوف هيجيلي إيه. يا رب تطلع حاجة حلوة. أما لف كده. يا سلام، فراولة. أنا بحب الفراولة قوي. أما أحطها بقى في الخلاط. أنا بقى يا بابا. أما لف العجلة كده. واو، أنا طلع لي خوخ. يا سلام، ده أنا بحب الخوخ قوي. أما أحطه بقى في الخلاط. أنا بقى أما لف العجلة دي كده. واو، أنا طلع لي شوكولاتة. ده أنا بحب الشوكولاتة قوي. أما أحطها بقى في الخلاط. ما شوف أنا بقى ولف العجلة. أنا طلع لي آيس كريم. يا سلام، أما أحطه بقى في الخلاط. دوري أنا بقى يا سيمبا. أما لف العجلة كده. إيه ده، أنا طلع لي جزر. ماشي، أما أحطه بقى في الخلاط. أما لف العجلة كده وأشوف هيطلع لي إيه المرة دي. طلع لي مشمش. يا سلام، أنا بحب المشمش قوي. أما أحطه بقى في الخلاط. أما لف أنا بقى العجلة كده. أنا طلع لي أناناس. أما أحطه بقى هنا. أما لفها أنا بقى. أنا طلع لي عنب. ماشي، حلو العنب برضو. أما أحطه هنا في الخلاط. يلا يا بابا دورك. ماشي يا سيمبا. أما لف العجلة كده. يا سلام يا سلام، أنا طلع لي نوتيلا برضو. ده العصير ده هيبقى فيه شوكولاتة كتير قوي. أما أحطها بقى في الخلاط. أما لفها كده وأشوف هيطلع لي إيه في آخر تحدي. يا سلام، أنا طلع لي فراولة. أما أحطها بقى في الخلاط. يلا يا بابا، ده آخر تحدي ليك. ماشي يا سيمبا. أما لف العجلة كده. واو، أنا طلع لي تفاح. أما أحطه كده في الخلاط. يلا بقى يا سيمبا، نحط شوية مية على اللي في الخلاط ونخلطهم. ماشي يا بابا. أما أجيب المية كده وأحطها في الخلاط ده. أما أشغله بقى وأخلطهم مع بعض. واو، ده بقى عصير شكله حلو قوي. أما أدوقه بقى. يا سلام يا سلام، ده طعمه حلو جدا. أما أحط أنا بقى المية. أيوة تمام، وأشغل الخلاط وأخلطهم كمان مع بعض. أيوة تمام كده. يا سلام، ده شكله عصير بيشهي قوي. إيه ده، أما أدوق بقى. أما أدوق كده. يا سلام يا سلام، ده طلع طعم حلو قوي برضو. وكان تحدي جميل ومسلي جدا. يا بابا، كان تحدي جميل جدا. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حدوتة النهاردة. ولو عجبتكم الحدوتة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك، واستنونا في حدوتة جديدة. باي باي.